صباح الخير يا هدير، وربما كلنا عارفين ان في استعدادات كتيره جدا بتتم للتحضير للمؤتمر الاقتصادي اللي دعا اليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي هيتم تنظيمه ايام 23 و24 و25 من شهر اكتوبر الجاري. المؤتمر ده في الحقيقه هو فرصه لكل القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الصناعه علشان يشاركوا في وضع خارطه الطريق للاقتصاد المصري مع الدوله المصريه في الفتره اللي جايه، وخصوصا ان هيشارك في هذا المؤتمر حوالي 500 شخص من الهيئات المختلفة، من الجامعات، من الخبراء، ومن مؤسسات المال والأعمال. صحيح يا مصطفى، ويمكن في اهتمام كبير بهذا المؤتمر، بمخرجات هذا المؤتمر، بالأفكار اللي هتطرح في هذا المؤتمر. وسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعات تحضيرية للمؤتمر مع كل القطاعات في الدولة. يمكن امبارح على سبيل المثال كان هناك اجتماعين، واحد مع ممثلي قطاع التطوير العقاري والتاني كان مع ممثلي قطاع السياحة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي بشكل واضح انه الدولة منفتحة على اي افكار من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعميق الصناعة وتعظيم التصنيع المحلي وايضا زيادة الاستثمار. صحيح يا هدير، وعلشان كده اجندة هذا المؤتمر اللي تم الاعلان عنها بتشمل كل قطاعات الاقتصاد. يعني مثلا هيكون في اليوم الأول المؤتمر مناقشات حول الاقتصاد الكلي على مدى العشر سنين اللي فاتوا، هيكون في حوار بناء مع كافة الخبراء الاقتصاديين عشان نتوافق حوالين كل التحديات اللي بتواجه العالم أولاً وبتواجه الاقتصاد المصري على وجه الخصوص. في اليوم الثاني هيكون النقاش حوالين حول وثيقة سياسة ملكية الدولة. كلنا عارفين القصة اللي أثارت الجدل بشكل كبير، الدولة بتمتلك أكتر ولا القطاع الخاص بيمتلك أكتر، وحدود التدخل والتخارج بينهما. هيبقى في مناقشة حقيقية حوالين تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي في تعظيم الاستثمارات اللي بتدخل الدولة. اليوم الثالث هيكون عبارة عن وضع خريطة الطريق للاقتصاد المصري ووضع حلول حقيقية على الأرض من رجال الصناعة ومن هؤلاء الخبراء. بكل تأكيد يمكن الهدف الأساسي من إقامة هذا المؤتمر هو أنه الكل يشارك في صياغة رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، ويكون في توافق بين كل القطاعات على الخطط المستهدفة في المستقبل، سواء على المدى القصير أو حتى المدى المتوسط أو على الخطط طويلة الأجل. علشان كده رئيس الوزراء قال أن المؤتمر الاقتصادي هينتهي بحزمة من الحوافز لكل القطاعات الاقتصادية علشان يكون في انتعاشة في الصناعة وأيضا في مسألة جذب الاستثمارات خلال الفترة اللي جاية. صباح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.